أهم حاجة، هو من أهم حاجة هي التشخيص، تشخيص المشاكل اللي عندنا في المقدرة الشرعية. وإحنا نقول المقدرة الشرعية حتى الاسم هذا معناتها ماذا بينا نطوروه شوية، هي أصبحت مقدرة عيش في تونس، لأنه لما تشوف العناصر هذوما هي عيشة العيشة، العيشة التونسي. سياسة السكن اليوم نرجع كما قال سي خليل، يلزم سياسة إعادة النظر في الأمانجمون دو تيريتوار، ويلزم اليوم ننظموا البلاد في حسب حاجياتنا. اليوم قداش من نخصوا قداش أراضي للتهية للمساكن، المساكن الاجتماعية، المساكن الاقتصادية أو غيرها. ثم أيضا نقلق لوفر اللي هم ثم طلب قدامها موجود، وهذا ترافقها آليات كاملة مالية وآليات بنكية وآليات حتى بنكية ومالية ومدخار وغيره. هذا اليوم غايب كومبليتمون، لا ثم لا أمناجمون، وهذا غايب مش من اليوم، غايب تقريبا عام 90. دونك اليوم قاعدين العملية قاعدة ماشية وتكبر. ثم أنه المسألة متاع النقل، احنا شفناه ورجعنا لما درسنا مسألة النقل، ورجعنا إلى سارين متاع 30 سنة التالي. شبكة النقل اللي موجودة اليوم هي اللي توضعت في الثمانينيات، واللي حد الآن موقعش إعادة نظر فيها، لا في التسعينات ولا في الألفينات ولا بعد الثورة. العتم يلزمنا اليوم نرجع نعود وننظر في شبكة النقل بحسب الخصوصيات وحسب الحاجيات متاع الاقتصاد اليوم موجود. اليوم ناس يأخذوا في 3 كرات، علاش؟ غير طبيعي يعمل ساعة اثنية، يعني يدفع في 10% من مكتوب يمشي يخدم. هذا حاجة غير 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 معقولة. ثم أنه مسألة هذه الكومبنساسيون والمؤسسات العمومية والخطوط الحمراء والتي موضة خطوط الحمراء، ما نحبش نحكي عليهم لأنه يعني غير مقبول الكلام هذا. اليوم المؤسسات العمومية وعلاقتهم بالدعم، ثم دعم، عندنا دعم على المواد الغذائية اللي هو تقريب 1.6 مليار دينار، 600 مليون دينار، ودعم المحروقات كما كنا، أو دعم الطاقة ككل. اليوم قاعدين ندفعوا أو الدولة قاعدة تدفع في فاتورة تأخير الإصلاح أو فاتورة عدم الإصلاح، لأنه اليوم الفاتورة متاع ستاك وكان يحكي عليها سي سليم ماشية وترتفع. علاش ترتفع؟ علاش؟ على خاطر ما عملناش إصلاح متاع ستاك، قاعدين ندفعوا في سوء التصرف، ولا عندنا خطوط حمر نرجعوا لهم. هذا يلزم اليوم الكل نحلوا المسألة هذه. سؤال كان تحب تجاوب عليه. لا، ثم حاجة أخرى، الدعم، دعم المواد الغذائية. اليوم عندنا 30% من مقدرة الشرائية أو مقدرة العيش هو هما الغذائية. 26% بالضبط. لا لا، 28.9%. هذوما سيدي تقريبا 30. 10% منهم مواد مصنعة، في 10% منهم في المواد المصنعة شكراً. فيهم المواد الغذائية. معناتها شنو اليوم البريتول الدعم؟ شكراً. معناتها اليوم الدعم شنو؟ شكراً. ثم بربي حبيت هذه أور واحدة لا كونسي ناسيونال ديالوك سوسيال، لأنه قبيل حكينا فيه. شكراً. أور هذه. شكراً. كنت حابب موضوع واحد. شكراً.